المركز الكروي ونشكروا فريق الثورة ونهنئهم بالفوز ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ونشكر الشعب اللي جانا وتفوقت الخبرة بصحتهم إن شاء الله وبالتوفيق إن شاء الله. الصعود إن شاء الله الهدف الأساسي والرسمي للصعود قسم الثاني إن شاء الله. أمين إن شاء الله بارك الله فيكم. أول حاجة نقولها نشكركم على هذه التغطية اللي درتوها لنا في المباراة هذه، يعطيكم الصحة. ومهما كان الحال حنا رانا الأولى في الشامبيونة، في الشامبيونة تاعنا ما يخفاش عليكم، ورانا كاع بالرغم أن الأولى وثاني ما كان لا إعانات لوالو، ورانا واقفين مع هذا الفريق إن شاء الله حتى التالي إن شاء الله ما نطلقوهاش، وإن شاء الله كما وعدنا الوالي والمير قال لك فيها في آخر إن شاء الله هذه السيمانة ولا السيمانة الجاية. ان شاء الله ماذا بينا يوقفوا معنا ويزيدوا يفرحونا حتى هما كيما رانا فرحين هذا الشعب، ان شاء الله ما يفوتوناش كيما حنا ما فوتناش هذا الفريق. وعلى كل حال نشكروا الشعب، كنا باغيين نهدوا له هذه المباراه والله غالب معليش. والحاجه الوحيده اللي تهمنا حنا شامبيونا انا البريمي ان شاء الله نكملوا فيها الباركور شباب ان شاء الله، وهذه لاكوب حنا ما تهمناش، وكما يقول لك فيها خير ان شاء الله ومازال خير قدام ان شاء الله. وهذه هي، وشكرا لكم انتم ثاني، وان شاء الله نتمنوا لشباب الثوره مشوار جيد، وان شاء الله لما لا يدوا لاكوب. وهذه هي وشكرا. ومن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز هذا والتاهل للدور القادم. نظن ما قصرناش كما يقول لك، عطينا شباب القبه حقها، وين كما شفتوا الارضيه ما كانتش صالحه باش نادوا مقابله في القمه، مي الحمد لله نظن تواجبنا مع المقابله كما يلزم. ونشكر شباب القبه على الروح الرياضيه وعلى الاستضافه، بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. ما هي اهدافكم هذا الموسم؟ والله كما تعرف الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو كما يقول لك نضمنوا المنتيا في اريحيه، من بعد نشوفوا. بون كاس الجمهوريه كما يقول لك ما تقدرش، انا كما نقول لك ما راهيش اوبجيكتيف. ان شاء الله احنا نلعبوا ماتش بار ماتش، نحطوا كاع واش علينا، وان شاء الله نروحوا لابعد نقطه ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك. بسم الله. بسم الله. الحاجه الاولى نشكروا انصار تاع خاوتنا تاع هنا بوقطب، ونحيوا كما قال لك الناس كاع تاع بوقطب على الترحيب وعلى كلش، وليكيب تاع بوقطب ثاني خويا الله يبارك، زعما يلعبونا مليح ونتمنى لهم التوفيق. وكما قال لك لما لا يحقوا الصعود هما ثاني طموحكم في هذه كاس الجمهوريه ان شاء الله فيها، ان شاء الله بالخدمه بالخدمه بشويه بشويه، اللي فيها الخير ربي يجيبها كما قال ان شاء الله. مباراه فاتت مباراه مليحه، عرس كروي بهيج الحمد لله. شبيبه الثوره يعني راه ينشط في مستوى راقي، والله يوفقهم ان شاء الله. وبالنسبه للشبيبه تاعنا حنايا وليكيب تاعنا هارد لاك كما يقولوا، يعني حظ وافر ان شاء الله. وبالنسبه للتحكيم شويه كان فيه تحفظات على المحال على حكم اللقاء، وبالنسبه للامور الاخرى للميدان والازمه الماليه والخانقه اللي كانت اللي كنا رانا عايشينها يعلم بها غير ربي. تاكد باللي رانا في الـ في الـ في الـ المراتب الاولى، يعني رانا في المرتبه الاولى وما عندنا حتى ولا كما قال لك ولا فلس في الخزينه، يعني الظلم كبير رانا عايشينه. وبالنسبه للتيران راكم تشوفوا الملعب، راكم تشوفوا كي راه داير. حنا نوجهوا نداء للسلطات العليا يوصلوا لنا الانشغال تاعنا حنايا ان شاء الله، ويشوفوا فينا يعني لفته لهذا الملعب وعلى الاوضاع اللي رانا عايشينها، والتوفيق ان شاء الله للفريق وهارد لك. بارك الله فيك. اللاعبين الكل اللي هذيك هي كره لعبه احتكاكات وثنائيات لازم نتحملوا. الحمد لله فرحان كذلك بالمشاركه نتاع لي جون جوار دو ليكيب. فالمعناه الملاعب الصغير نتاعنا بالهاشمي يوصل وفقه ربي باش سجل في اول مباراه ليه رسميه مع الفريق الاول سجل هدف. ان شاء الله هذه يكون درس لاصحابه كذلك والفريق في اللي جاني البيبان مفتوحه باش يقدموا يد المساعده وقت اللي فريقهم يستحق لهم. اهدافنا في الكاس باش نمشي الابعد ما يمكن، ان شاء الله ربي يوفقنا. تعرفوا عاملين شبيبه الثوره وسط دور نصف النهائي، ان شاء الله السنه معناها نحاول نوصل اكثر ما نقدر. بالنسبه للبطوله
أكيد جدا نبحث على ترتيب لائق، ترتيب محترم في مقدمة نضمن ساعة بقائنا معناها مبكرا، ثم بعد الناس على المراكز متقدمة. غير هذا إن شاء الله نتوفقوا في الانتدابات الجديدة اللي صار للفريق ويعطونا الإضافة المنتظرة. عايش.